الوضع السياسي الراهن لاكتواليتي اليوم برشا تصريحات. نبدا لك من تصريح مش وقته سي حامل همام وعمل جدل. هل تصريح تتفاهموه؟ هل أخرج من سياقه؟ وإلا كما قال سي حما فما شكون قاعد يصور فيه ويتبع فيه باش يستنى له أول زلة مثلا، رغم أنه كان صحفيين يصوروا في الجميع. وفي الحقيقة يعني كل واحد، هي المرحلة ذي اختلفت فيها الناس، يعني مرحلة 25 جويلية شكلت قاعدة جديدة معنا الفرز واللي معناها التموقع. احنا كنا مع بعضنا تاريخيا صحيح، ولكن اليوم اختلاف جذري وعميق يعني في قراءتنا وفهمنا معناها طبيعة المرحلة. وفي نهاية الأمر كل واحد حر في القرار وفي الموقف معناها اللي ياخذه وفي الموقع معناها اللي يختاره. ما ينجمش واحد يفرض على واحد أو يدبر عليه معناها وين يتموقع. احنا ندافع على خيارات وندافع على رؤية، ونعتبر أنه موقفنا هو الموقف اللي يعني تحتاجه تونس في هذه المرحلة وفي هذه اللحظة. بقية الأصدقاء والرفاق اللي كنا مع بعضنا في مراحل معينة اختاروا منها موقع آخر وموقف آخر، فلهم ذلك. منهم سي الحمامي؟ هم أحرار بطبيعة الحال. كل إنسان يعني اختار الموقع والموقف اللي هو فيه اليوم هو بطبيعة الحال حر معناها في موقفه. ما نجمش نعلق وما نجمش يعني نعطي رأي أو نفرض على شخص أنه يتطابق منها موقفه مع موقفه ولا رأيه مع رأيه.